نروح بقى لبعثة منتخبنا منتخب مصر في دورة الألعاب الإفريقية، ودكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة احتفل مع أبطال البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، وذلك بعد التتويج ب 192 ميدالية والمركز الأول بين الدول المشاركة، وكمان تم استلام راية دورة الألعاب التي تقام في القاهرة 2027. وعاد وزير الشباب والرياضة مع أبطال مصر على نفس طائرة البعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية، وأكد دكتور أشرف صبحي على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم ومساندة أبطالنا الرياضيين. وقال وزير الشباب والرياضة يعني بيقفوا طبعا خلف جميع الاتحادات الرياضية من أجل توسيع قاعدة المنافسات الرياضية واستضافة مزيد من البطولات العربية والإفريقية والعالمية، مشيرا إلى أن مصر استعادت ريادتها مرة أخرى عربيا وإفريقيا ودوليا على المستوى الرياضي. يعني الحقيقة مريم وكريم عايزة برضو أستوقف عند هذا الخبر، شايفين مصر الحقيقة بتتفوق في دورة الألعاب الإفريقية، عايزة أعرف بقى رأيكم في هذا التفوق، وأكيد طبعا بنبارك وبنهني البعثة المصرية. الحقيقة كان خير رقم قياسي نشوفه الحقيقة لبعثات المنتخبات المصرية، وده يمكن مش هقولك ده كان متوقع يا هنا، ولكن المجهود اللي بذل الحقيقة من قبل مختلف الاتحادات ومن قبل كل القائمين على المنتخبات كان مؤشر جيد جدا ان ده هيحصل في هذه الدورة، خاصة ان احنا شفنا دعم كبير من وزارة الشباب والرياضة ومن مختلف الاتحادات. فالحقيقة خليني اقولك ان المجهود ده يعني يمكن كل القائمين على هذا المجهود لقوا ثمارهم ولقوا ثمار هذا المجهود، خاصة ان احنا شفنا ان ده يعني يمكن شغل بقاله شهور وشهور، فدي حاجة كانت كويسة جدا بالنسبة لنا، وان شاء الله نشوف اكتر واكتر خلال الفترة المقبلة، خاصة ان احنا زي ما قال دكتور اشرف صبحي يعني يمكن تنفيذ كل التعليمات الخاصة بالدولة المصرية متمثلة في وزارة الشباب والرياضة، وده شايفينه الحقيقة، واكيد وجود دكتور اشرف معاهم في البعثة او اثناء عودة البعثة اكيد شيء مهم جدا، وان كان بيدل على حاجه فبيدل على فخر الدوله المصريه بفكر تحقيق مصر كل يعني هذه الميداليات، رقم قياسي جديد بيضاف للبعثات المصريه، فاكيد نتمنى كل التوفيق ليهم فيما هو قادم ان شاء الله. انا عن نفسي اكيد بتفق مع مريم في كل اللي قالته، وازيدك كمان من الشعر بيت. انا عايز اقف معاكي عند فكره ان بقى فيه وبشكل ملحوظ اهتمام من الدولة المصرية طبعا متمثلة في صورة السيد رئيس الجمهورية، ودي في حد ذاتها حاجة جميلة جدا، يعني كويس ان بقى فيه هذا القدر من الاهتمام، وكويس ان احنا شفنا قبل كده في مؤتمرات سابقة جمعت ما بين السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الشباب والرياضة بحضور طبعا ناس كتير قوي، ان كان في وقفات معينة وقفها السيد الرئيس يعني تجاذب من خلالها اطراف الحديث مع السيد وزير الشباب والرياضة، وكان بيتساءل ايه المشاكل اللي عندكم عشان يذللوها، لازم ما نشوفش اللي كنا بنشوفه قبل كده، وابتدينا فعلا ما نشوفش اللي كنا نشوفه، او ما بقيناش نسمع عن اللي كنا بنسمعه قبل كده عن هروب بطل مصري في رياضه ما من الرياضات اثناء مشاركته في فعاليات بطوله ما من البطولات الدوليه، لان في الاخر احنا بنتكلم على ابطال مصر، على ابطال بيرفعوا اسم ورايه وعالم بلدنا في المحافل الدوليه كلها، ما ينفعش يبقى عندهم نوع المشاكل اللي كانوا بيعانوا منها قبل كده. فكل الشكر للسيد رئيس الجمهوريه، كل الشكر للدوله المصريه لاهتمامها، والتاكيد كمان على فكره تذليل اي عقبات بتواجه اي ابطال رياضيين مصريين باي حال من الاحوال. الحكايه دي بقى هتبتدي تسمع، وقد كان سمعت اهي، ولسه هتسمع بالايجاب الفتره اللي جايه ان شاء الله، فاكيد منتظرين منهم المزيد والمزيد كمان من البطولات والانجازات الفتره اللي جايه ان شاء الله. صحيح يا كريم، نكمل بقى كلامنا النهارده عن الالعاب الاخرى، والنهارده اعلن الاتحاد المصري للسلام